محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. أشرف بدر بالكون أشرف. أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق. من بالسخاء والوفاء تخلّد. صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرّد. واصلح وسهل ما قد هوى. يا ربي صلي على
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك يا ذي صراط مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهان المبسوط بالوجود كرمه احسان صلى الله عليه وعلى تعالى من يعظم شانه خلق الخلق الحكمه وتوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنه ما جرت به في اقداره القسمه ارسل اليه مشروع خلقه وجل عبيد الرحمه تعلقت اراده منزل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت اثار شرفه في عوالم الشهاده والغيوب الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي ورد من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجود أكنف الوجود وطرزت برد العوالم بتراث التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرورك تولى بحبيب عم لنا من والا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في من تلته بشرا كاميا يزيح الضلالا هو من فوق علم ما قدر عظيمة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي ابرز من حضرة الامتنان ما يعجز الموصول اللسان ويحار في تنقل معانه الجنان انتشر منه في عالم البطون نور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم
بشرت آياته بذكر الحكيم ببشارة لكن جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والمبلغ عن الله ما امره بتبليغ خارج من فرضه ونبله عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمه الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة ذكرهم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويكر بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صحوة المجد بقربه وتفيهوا ظلال شرف العصري بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك صفا الصفا Oh,
صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم بدت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بين التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود للعين حاول يوصل الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صد الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف في موطن استقراره وخروجه وقد جدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور المظهرات وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر إعشار أوصال ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تريد الأقلام شؤون خير الأنام ولكن حزنت لا تدوين ما حفظ الإنسان أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين عن تعلق هذه الحضرة الكريمة ولعل تسوق إلى سماع أوصاف العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عين القلم أن يخط ما هركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا من في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف من كتابته الفتن وقلم والقرطاس وتتنزه بحدائقه الأسمع والأبصار وقد بلغنا في الأهالي المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد أعتقد الرواية بأنه
كانوا الأول الخلق وجودا وأشرافهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودع هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين. فتنجل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. صلى الله عليه في المخاوف آمنا السيدة الكريمة آمنا. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فتمت هو أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وشأنها. صلى الله عليه وسلم حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له سجلا ولا تشكو منه علما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فدره وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم سل وسلم أزرق الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد روح الرحيم. اللهم سل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ أن بدت هذه الذرة المكنونة والجوهرة المذلولة والكون كله يسجد ويمضي سرور واضطهاد. الله أكبر. وللظهور لسبب حاجة شراب والعيون متسويرة بين الخلق إلى صرفة إلى اتجاه جواه ركنون وكل دابة إغريش نفذت بفزيه العبارة معلنات بكمال البشارة. وما من حمل عملت من ذلك الكلام إلا تطي همها النقلان من بركاته وشهد في هذا الإيمان. صلى الله عليه وسلم الأرض والسماوات متسلمون بفرج الملقى بأشراف البرية وبروجه من عالم لا حول ولا عالم الظهور بعد تنزله في القطور والظهور. فهذا النور في وجود بشر التكريم وبشر في العالم حريقة التكريم والتعليم في بروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oh.
حبك قدرا يا مصطفى المكرم يا رسول thank you.
وعلى آله فعين قرب ونوب هذا الحبيب أعلن بالسماوات والأرض لمن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور واثبت الحق حكم على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عنا ولامه تانيسه من جناب المسعود ومشاركه لها بها السباق الممدود وحضرت بتوفيق سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله لهم من شرب القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له نوره هذا المولود فانفرد صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود أذن لله بالتعظيم والسجود صلى الله Yeah.
ببركة الهادي محمد يا الله يا الله فلج كل مقصى يا الله ربي فرج للذنوب يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فرج للذنوب يا ربي ببركة Oh,
صلوا على النبي محمد، صلوا على